شوفوا 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 أحوال الناس أحوال الناس شوفوا 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 أحوال الناس أحوال الناس واحد مقهور وراديو صفار واحد حياته كلها انتظار واحد محتار ليل ونهار تعرف ما عارف اشنو يختار واحد كريم مخلص امين واحد حنين ومرض الوالدين واحد غدار الخير منكار عايش الناس يرف العالمين شوفوا 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 أحوال الناس أحوال الناس هذه هي أحوال الناس تقع والله يا هاد الناس فرشوا لله ما فيها بس تقع والله تقع والله تقع شوفوا 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 أحوال الناس أحوال الناس ما كنتش كنتصور راجلي غيوصل لينا هاد الحالة ما بقيتش قادرة نعيش معاه في هاد الرعب الغوات بالليل وبالنهار ضرب تهراس الخوف حتى حاجة ما عاجباه كل شي عنده خيب خرجني من خدمتي وفرقني على عائلتي وصحاباتي حتى جيراني حتى هما قاطعني معهم باش يدير فيا ما بغى ما بقى عندي اللي يعتقني منه ولا يخرجني من هذا الجحيم اللي كنعيش فيه معاه ما عندي اللي نشكي ليه همي داكشي علاش جيت عندك يا دكتور باش تلقاي لي الحل انا متفهمه الحاله ديالك نوال ولكن الدكتور النفساني ماشي دوره يلقى لك الحل انا هنا غادي نساعدك باش انتي اللي تلقاي الحل انا كرهت الحياه مع راجلي راجلي كيقتلني كل نهار حتى ما بقيتش عارفه واش انا حيه ولا ميته وكيفاش كيكون رد الفعل ديالك ملي راجلك كيمارس عليك العنف كنحاول نساعد معاه وندير ليه خاطرو هو عاد كيزيد فيه كينوض الصداع على والو بحال ول البارح كنت جالسه كنراجع مع ولادي توقف عليا سمعي دير حسابك غدا غنمشيو نتغداو عند امي لا ما غاداش كيفاش ما غاداش على هادشي في غدا ولا ما غاداش غتمشي اسمح لي عادي راه واقيلا قلت لك شي ألف مره ما بقيتش باغا نمشي معاك لداركم مك عزيزه عليا وكنحتارمها ولكن هي راه ما كتحتارمنيش ايوا لا لا ديري علاش تحتارمي باش يحتارموك الناس وانت كل مره مك 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 اشو دارت لك هاد امي كاع فيما كنمشي عندها كترجعني باكي انا ولادي كل مره علاش مره مال ولدي ولا بحال هكا مالو ضعاف ملي تزوج بيك هو اللور اللور ايوا راه عندها الحق راه من نهار خديتك وانا اللور 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 حوايجي ما كيعجبوهاش فيما كتشوفني خصها تعيبهم ليا مالك بنيتي لابسه هاد القميجه جديده عندك ولا قديمه حيت راك غتفرقعي فيها غلطيتي بزاف ايوا لا لا راه عندها الحق راه ما كذباتش عليك شوفي راسك في المرايه كي وليتي قد البقره ايوا ولادي اللي كنبات بالليل وبالنهار نقريهم قالت لك مكلخين وبولاده ايوا لا لا راهم مكلخين حيت كيشبهوا لك ولعائلتك الدريكه ديال المكلخين المكلخ على خوك ايوا سيدي مني انا غير مكلخه وما كنعرفش نلبس وحالتي حاله اش داني عندها بارك عليا نجلس في داري انا وليداتي يلا ماما يلا كتبي لي اكزرسيس ايه فاش كون كنهضر معاك ما تخليش تهضر بحال شي مسطي سمعتي ولا لا عطيني خو جواب يا بالي راك باغي تضرب وانا رانا عيت كنهضر معاك كنهضر معاك سمعي ليا اجي لهنا ديك المصيبه كيفاش انا كنهضر معاك وانت نخلتيني وخرجتي دوي ما بغيتكش تبقى تغوت عليا قدام ولادي 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 ولادك ما عارفينش باللي امهم مصيبه ما عارفينش باللي امهم كارثه ها ونزيدك شي هذيك امي ما بغاتش تمشي عندها غتمشي معايا من هنا تبتوا سمعتي ولا لا يلا قولي غنمشي قولي واخا قولي نعم طلق مني ونزيدك شي هذيك امك اللي كتمشي عندها وكتبقى تعمر فيك
وكتجي عندي تسسري بحال شي مكانه من اليوم ما بقيت تمشي عندها. يلا قولي غنمشي معاك. قولي ورقه قولي نعم كنهضر معاك. سمعي ليا سمعي كنهضر معاك راس قاص ديال العصا. ما تبقايش تخليني وتمشي ديال العصا ديال العصا. قتلني ما بقاش فيا راسي بحال يبقاو فيا ولادي. شنو ذنبهم يعيشوا في هذا الرعب وما عندهم مشاكل في قرايتهم؟ مشاكل حيتهم ما كيفهموش ولا انا ما كنعاونهمش حيت تركيزهم كله مع باهم. امتى غادي يغوت وامتى غادي يضرب؟ ولادي كيمرضوا كل نهار كل نهار كيتعقدوا وانا ما عارفاش شنو غادي ندير ليهم. واش ما لاحظتيش بلي كان عنيف قبل ما تزوجي به؟ ملي خطبني كان عادي، كان كيغوت عليا بعض المرات، كنقول كيغير عليا، وفي العرس كان فرحان بيا. جابوا هي الناس جيبوا الزغراتات، العروسة شافت تبارك الله على عروستنا، تهلا يا سي عادل، عطاك الله دياموندا. كوني هانية شريفة، نوال غادي نديرها في عينيا. إيوا دابا نوال، موجودة؟ انا مشكلتي اني عارفه بلي عادل كيبغيني. شنو كتقصدي بكيبغيك؟ حيت ما يمكنش يكون مهلي فيا وفي ولادو وما مخصصنا من حتى حاجه ويكون ما كيبغينيش. وقيل انا اللي فيا شي حاجه غلط، انا اللي خصني نتبدل ياك. ولكن ملي كيبغيني علاش كيضربني؟ واش عمرك خبرتي شي حد في عائلتك بهذا العنف اللي كيمارسو عليك راجلك؟ ماما هي الوحيده اللي عارفه، حيت بابا مريض وهذا الموضوع غادي غيفقصو، وخوتي ما كندخلهمش في مشاكلي مع راجلي. وشنو راي ماماك في هذا الموضوع؟ حتى هي مابقيتش باغا نعاود لها شي حاجه، حيت اخر مره ملي جات عندي للدار ولقاتني مضروبه. شوفي يا بنتي هادشي راه عادي، كاع العيالات اللي كنعرفهم كيتضرب. شتي انا اللي امك شحال كليت ديال العصا من عند باك، راه ما بقاش كيضربني حتى كبر وقلالت لي صحته. انت يا بعدا شطره، اش دالك راجلك زرق لك العين وفدع لك اليد؟ صافي مسانتي يومين وغتنسيها. شتي انا كنعقل بنيتي واحد النهار كنتي باقه صغيره كركبني باك مع الدروج، وهكا كينا صبرت وكان نوض ونشقى ونطيب ليه ونقابلكم انت وخوتك. واش غندير؟ خصنا نصبرو. قولي لي اش باغا ديري؟ باغا تطلقي ديري فيك ضحك الناس؟ ها صبري يا حبيبتي صبري 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 وزيدي في صبرك بحال لياتك اللي صابرين. هاكي هاكي شربي لك هذا الكويس ديالك. ما شربيك واش حيت ماما كانت كتضرب خصني حتى انا نتضرب، وحيت كنت كنتضرب في دارنا خصني تضرب عند راجلي، حتى وليت إنسانة بلا كرامة. تخلقت غير باش نقول إيه واخا ونعم. واش عادي لراجلي عمرو ما سأل نفسه زوجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله عز وجل يقول في آية أخرى: هن لباس لكم
وأنتم لباس لهن. والبيوت الزوجية والبيوت الزوجية هي طريق إلى الجنة، وحري بهذه البيوت أن تكون مبنية على المودة والمحبة والإخاء، لا تعنيف لا ضرب. هذه ليست من سلوكات المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، فقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت كان يوصي بالنساء خيرا، قال النساء النساء، فاستوصى بالنساء خيرا وهو في آخر اللحظات، في آخر اللحظات التي سيلتحق بها بالرفيق الأعلى. وحري بالمؤمن، حري بالمؤمن أن يكون خلوقا، أن يتسم بمجموعة من سمات المسلم، سواء مع زوجته أو مع أبنائه أو في الحياة العامة. ولكن في الزوج أو الزوجية، بيت الزوجية هي أولى، لقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا 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 أحوال الناس أحوال الناس، واحد كريم مخلص أمين، واحد حنين ومرض الوالدين، واحد غدار الخير منكار، عايش الناس يا رب العالمين. هذه هي أحوال الناس، تقع والله يا هاد الناس، رجعوا لله ما فيها بس.